مساء الخير، مساء الفرح، مساء السعادة على كل مشاهدي قناة تي في كل مكان. برحب بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم ربنا موجود. لكل إنسان مجموعة من الاحتياجات الإنسانية، وشعور بالقيمة من أهم الاحتياجات اللي الإنسان فعلا بيحس إن هو في احتياج ليها. لكن السؤال هنا وسؤال حلقتنا النهاردة، أنت بتحس بقيمتك في إيه؟ شاركونا بأراءكم من خلال تليفونات البرنامج، لكن خلونا برضو نتكلم ونقول، هل يا ترى الشعور بالقيمة شيء طبيعي ولا أحيانا بيوصل لحد المرض؟ طيب الشعور بالقيمة، أحيانا الناس تحس إن قيمتها في العربية اللي هي راكباها، ماركة العربية، أنا راكب العربية الفلانية. أحيانا الناس تانية تحس إن قيمتها في البراند أو الماركة، ماركة اللبس اللي هي لابساه. ناس تانية كتير تحس إن قيمتها في السلطة، في الوظيفة، في الشهادة اللي هي حصلت عليها. ناس تانية تقول لأ، أنا في مستواها الاجتماعي، أنا ساكن في فيلا، ساكن في شقة، ساكن في المنطقة الفلانية، ساكن مع جاري كذا، عيلتي كذا، النسب بتاعي. أحيانا ناس كتير تحس، وحتى لما تتكلم معاك تقول لك انت ما تعرفش انا ابن مين، فهي حاسه بان قيمتها من خلال نسبها او اسمها او وظيفتها او موهبه ربنا مديها لها في الاول وفي الاخر، صوتها حلو، واحده شكلها جميل، واحده عندها مواهب، او واحد مثلا ربنا مديله موهبه معينه بيعرف يوعظ حلو قوي. فهل ده صح ولا لا؟ خطوره الانسان اللي يحس ان قيمته من الأشياء ويتعلق بالأشياء اللي حواليه. طيب إحنا بنستمد قيمتنا من رأي الناس اللي حوالينا؟ يعني واحدة تقول لك مثلا الراجل ده كويس اتجوزيه، الراجل ده هيبقى لك قيمة لو اتجوزتي فلان ده، ولا نظرة ربنا أنهي أهم بالنسبة لنا؟ تعالوا نتكلم عن نظرة الله لينا ونظرتنا إحنا وقيمتنا إحنا بنستمدها منين، وده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة. وبيشرفنا في حلقتنا يكون معنا دكتور عماد بشارة، خادم مشورة بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بهليوبليس. وبنرحب بيه، وبنرحب كمان بخدام الترجمه بلغه الاشاره استاذ امير ناصري. كلمونا وتعالوا النهارده نعرف خطوره ان الانسان يعتمد على فكره ان انا قيمتي من الاشياء وبالتعلق بالاشياء، وان انا عايز اقتني طول ما انا قاعد، عايز اقتني حاجات كتيره، لاني حاسس ان انا لما هلبس ده، لما هركب ده، لما هسكن هنا، هي دي قيمتي الحقيقية. تعالوا نعرف رأي هناء يوسف من القليوبية ونعرف منها يا ترى ايه هو الشعور بالقيمة. ألو، أهلا بيك يا أستاذة هناء. أهلا بحضرتك. وإحنا في موضوع حلقتنا النهاردة الشعور بالقيمة، يا ترى مفهوم الشعور بالقيمة حضرتك شايفاه إزاي، وشايفة إزاي الإنسان أو الإنسان عامة بيحس بقيمته من خلال إيه؟ وللأسف إحنا في الفترة دي الناس كتيرة بتستمد قيمتها من حاجات كتيرة. بتستمد قيمتها من بوزيشن في الشغل، فيقول إن أنا قيمتي في البوزيشن ده أو في المكانة دي. أوقات كتيرة كمان من هيئتي، من شغلي، من ابني مثلا وصل في بوزيشن معين دكتور او فبستمد ابني ان انا بستشخر او قيمتي من ابني ده. تمام. طب الانسان اللي بيعتمد على قيمته من وظيفته، حياتك شايفه لو الوظيفه دي مسيرها يعني هتنتهي، او مثلا لو اتفصل في يوم من الايام، لو طلع على المعاش، هل ممكن يحصل له احباط بسبب ان هو كان شايف ان الوظيفه دي هي مصدر الاساسي او الوحيد لقيمته؟ طبعا، لان هو واخد الايجو كله من او القيمه كلها بتاعته من شكله الاجتماعي في الشغلانه دي، ان هو شايف نفسه في الشغلانه دي. فطبيعي طبعا اول مع اول خبطه هتحصل، او لو حصل حتى ان مثلا بياخد قيمته في الشغل ده من المدير، والمدير ده اتغير او مديره ما بقاش مديره نفس المكانه اللي هو كان فيها، فطبيعي ان هو هيحبط مع اول شغلانه ممكن يشتغل يعني. تمام. هو الشعور بالقيمة ده شعور يعني الحقيقة أساسي ومهم جدا لأي إنسان، لكن إمتى الشعور بالقيمة ده يتحول لمرض؟ إمتى يتحول لمرض؟ لما يكون مش مستمد من الله. يعني إحنا دايما قيمتنا أو زواجنا كلها وقيمتنا كلها مستمدة من قيمة الله لينا ونظرة الله لينا. تمام. اللي هي النظرة طول الوقت ما بتتغيرش، البشر دايما نظرتهم بتتغير،
لو انا كنت مع شخص فلان ده كويس وشايف ان انت كويسه وانت ما حصل موقف او سيتويشن بيني وبينه وفي كونفليكت بيني وبينه فبيحصل على طول ان انت تتغير في نظره، فبالتالي بيبقى الموضوع مرضي ان انا بقيت استنيت بكل انت من نظره الناس ليا. تمام، هم شايفيني ازاي؟ حياتي عامله ازاي؟ أنا بشكرك جدا أستاذة هناء، وخلينا نعرف برضو الشعور بالقيمة من ورأي أستاذ مارسيلينو من القاهرة. ألو مارتينا من القاهرة، أنا أسفة. ألو مارتينا. ألو مارتينا، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. قوليلي كده من خلال منظورك أنت كفتاة، رأي الناس هل بيفرق معاكي؟ يعني مثلا ما حد يقولك أنت علشان تحسي بقيمتك يبقى لازم مثلا تتجوزي فلان، لازم تروح تلتحقي بالكلية القمة مثلا، لازم لازم، هل تفتكري رأي الناس ومديح الناس بيفرق معاكي ولا لأ؟ الصراحة مش بحس قوي ان كلام الناس بيفرق، لان انا الصراحة يعني كل واحد بيعيش خبراته في الحياة وحياته بنفسه، مش مثلا واحد من بيجي مثلا يعيشها او كده، لا انا اللي بعيشها، فانا بشوف قيمتي بقى في حاجات مش لازم تكون في اشخاص او في حياة مادية، فممكن تكون مثلا قيمتي في مبادئ اللي بعيشها في حياتي او اللي اتربيت عليها او اللي بحققها في حياتي، ممكن قيمتي تكون في نجاحي في دراستي في انجازاتي اللي بحققها، مش لازم تكون في حاجه ماديه يعني. تمام، طب هل السوشيال ميديا ممكن تدي الانسان احساس بقيمته؟ يعني مثلا انا لما انزل بوست معين وافضل اتابع واشوف كم لايك جالي، كم حد عمل شير للبوست بتاعي، كم حد كتب لي كومنت، تفتكري السوشيال ميديا دلوقتي بتبقى مقياس او بعض الناس بياخدوها هي مقياس لقيمتهم الحقيقيه ولا لا؟ هو في ناس كتير يعني اكيد بتعمل كده، وفي ناس كتير لا بترفض او مثلا بتستمد قيمتها من حتى لو بتاخدها من اشخاص، لا بتاخدها من اشخاص هي واثقه ان هي اكبر، يعني مش لازم تكون اكبر منهم سنا، لا كده، بس في ناس برضه لا بتستمد مبادئها وقوتها من السوشيال ميديا، بس مش عارفه ان دي حاجه مش صح، لان الجانب الاكثر من السوشيال ميديا جانب سلبي اللي انا شايفاه يعني، واللي السوشيال ميديا اللي بيستخدمها صح هو اللي بيستفيد منها يعني غير كده. شايفة نظرة الله لينا بالتأكيد بتكون مختلفة عن نظرتنا إحنا أو نظرة الناس لينا أو لقيمتنا، ولا بتحسي الإنسان يعني أحيانا بيحس لا رأي الناس أهم بكتير من رأي ربنا؟ هو طبعا صوت ربنا أو نظرة ربنا لينا أعمق بكتير وأحلى بكتير وبنحسها أكتر بعد كده، يعني قبل ما نجيب موقف معين ونحس إن لا إحنا وكذا وكذا وبيحصل مجبور مثلا في الكليات وكده، لكن فينا وعد لا بنحس ان لا ربنا ليه نظرة تانية، ربنا شايف ان قيمتنا دي اكتر مهما كانت مثلا مسميات او كده، لكن الصراحة قيمة ربنا بتكون احسن بكتير، قيمتنا عند ربنا بتكون احسن، يعني مهما كانت البشر دي برضه ناس زينا يعني. تمام، طيب بتشوفي ازاي الناس اللي بتعتمد على احساسها وشعورها بالقيمه، بتشوفي ازاي بالاشياء اللي حواليها وبتعلقها بالاشياء اللي حواليها، بتشوفيهم ازاي؟ او هل قابلتي حد في حياتك بنفس الشكل ده؟ مش عارفه الصراحه، بس اكيد في ناس كتير بتستمد قيمتها وقوتها من حاجات زي الانترنت او اي اشخاص حواليها وكده، بس يعني مش عارفه يعني الصراحه، بس الناس ديت بحسها في الاخر هتحس ان هو لا انا ما كنتش ينفع اعمل كده او انت لسه ما حسيتش بيها، هتفضل برضه تكمل ان هي تنشر الناس تنشر كلام انت كذا وكذا والمسميات وكده، لكن بعد كده مش هتحس بقيمتها الصح، هتعرف بقى بعد كده بقى مثلا ما يضيع كذا حاجه معاها كذا فرصه كذا حاجه ممكن تحسسها بقيمتها اكتر. بشكرك جدا يا مارسينا، شكرا ليكي، والحقيقه يعني الناس تحس من اراء الناس ان هي مستنيره فاهمه قد ايه يعني ايه شعور بالقيمه، يعني ايه اهميتها، ويعني ايه تعلق الانسان ب او حاسس ان قيمته هي من الاشياء اللي هو بيقتنيها واكتر. معانا مين تاني؟
طيب تعالوا كده نشوف خطورة الإنسان اللي هو بيعتمد فعلا كل الاعتماد على اقتناء الأشياء وحاسس إن قيمته بس من خلال اقتناء الأشياء اللي حواليه أو قيمته من خلال مستواه الاجتماعي أو كل ده خطورته إيه. من قدس أبونا القس بطرس عاطف كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم والشهيد استفانوس بشبرا القيمة هيكون معانا عبر برنامج زوم. ألو ألو أبونا بطرس معنا؟ ألو أهلا بوسك يا أبونا، متشرفين ومتباركين بوجود قدسك معنا النهاردة. الحقيقة فكرة أن الإنسان يحس أو يكون عنده شعور بقيمته، الشعور ده حاجة حلوة حاجة صحية ولا أحيانا يعني بتقلب ضده؟ خلينا نعرف من قصك فكرة الشعور بالقيمة أهميتها إيه بالنسبة للإنسان؟ نعم ألو سمعني كده يا بونا؟ سامع حضرتك. طيب فكرة الشعور بالقيمة أهميته إيه إن الإنسان يحس إن هو ليه قيمة مع حتى الناس اللي حواليه؟ أهمية ده إيه؟ طبعا الشعور بالقيمه ده حاجه مهمه جدا، الانسان يحس ان ليه قيمه لانه بيأثر في المجتمع، قادر ان هو يقدر يأثر في اللي حواليه، شيء مهم جدا. طبعا القيمه اللي هي نابعه من كل انا ولاد ربنا، القيمه اللي انا بسمعها في ذاتي. لكن المهم ان الانسان يشعر ان ليه قيمه، ده ثلاث حاجات. تمام. طب أبونا يمكن من خلال تجارب قدسك وتعاملك مع أولادك طبعا بالتأكيد كتير في الكنيسة، أهم المشاكل اللي قدسك بتلمسها أو بتشوفها في الجزئية دي إن الإنسان يحس إن هو قيمته مستمد من القيمة دي من اللي حواليه، قدسك بتشوفها إزاي؟ طبعا يعني الصوت بس مش واضح يا أبونا شوية، الصوت مش واضح. تفضل. ايوه الو تمام سامعني يا ابونا؟ الو ابونا بطرس سامعني؟ هو كان سؤالي لقدسك امتى القيمه بتتحول لمشكله للانسان نفسه وللي حواليه من خلال تجارب قدسك بعض المشاكل اللي كنت بتشوفها في الكنيسه. لا هو كده مفيش صوت خالص يا بونا. ايوه الو ايوه اتفضل يا بونا. ايوه كده حضرتك كده تمام اتفضل. تتحول المشكلة لو الإنسان اعتمد على ذاته مش على ربه. لو قارن نفسه بالآخرين وحس إنه أعمل زيهم عدد يرفع بشرى النفس بيقارنها بالآخرين. تمام. النفس لما بيقارن نفسه بالآخرين لا الصوت راح تاني يا بونا. ألو أنا بشكر قدسك جدا والحقيقة كان نفسنا يعني نعرف أكتر من أبونا القس بطرس عاطف كان كنيسة القديسة العذراء مريم والشهيد استفانوس بشبرا الخيمة. شكرا جزيلا لقدسك. خلينا نطلع لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل نتكلم أكتر عن الشعور بالقيمة وخطورتها إيه وإمتى بتكون صحية وإمتى بتتحول لمرض يضر بالإنسان نفسه وباللي حواليه. خلينا بعد الفاصل نستقبل ضيفنا ونرجع لكم نبتدي حلقتنا. اتفضل. Thank you.